أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ، حيث أكد النواب على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمجال التعاونيات وفقا للدستور الذي ينص على حمايتها. التعاونيات يعني أنا بسميها العمود الثالث للاقتصاد، وهو حتى الدستور بينص على يعني حفاظ الدولة على الملكية الخاصة العامة والخاصة والتعاونيات. الحقيقة كل تركيزنا في الفترة الماضية كان دايما على الاستثمار العام والخاص. قطاع التعاونيات قطاع مهم جدا، وقد يعتقد البعض حتى من الأحزاب التي تميل لليمين أن هذا يعني من العصر الاشتراكي. الحقيقة لا، التعاونيات نوع معين من الاستثمار هام جدا في دول رأسمالية زي ألمانيا والسويد وغيرها. أنا تحدثت عن فكرة أهمية وجود تعاونيات ثقافية في دولة كبيرة بحجم مصر، دولة قادت المنطقة حضارية لآلاف السنين. التعاونيات الثقافية بتكون مكان لتمكين المبدعين، قناة لتسويق إبداعهم، بتساهم في الحراك الثقافي. ده كله بينعكس بشكل أو بآخر على القوة الناعمة للدولة وعلى حماية الهوية الوطنية، وبشكل مهم كمان بيرتقي بالذوق العام. والذوق العام موضوع مهم جدا لانه بينعكس انعكاسات خطيره على امور زي مثلا العنف الاسري او زي الجريمه بشكل عام. النهارده كان في نقاش عن تفعيل دور التعاونيات، وخصوصا ان مصر رائده في المنطقه ويعتبر من الدول الرائده في الحركه التعاونيه كحركه شعبيه وكنوع من انواع التعبير عن العداله الاجتماعيه. النهارده تطرقنا الى العديد والعديد من المشاكل، دراسه كانت سريعه جدا، اتكلمت فيها عن موضوع المشاكل، المرتكزات بتاعت المشاكل، المشاكل الإدارية والمشاكل التمويلية والمشاكل التسويقية وأهميتها،